وانت كمان وصلتي لمرحله انك بتعلمي، مش بس ان انت بتطبخي بشكل شخصي. والله هو الموضوع بدأ في البيت من ماما واختي كيرة، زي ما قلت حضرتك هي الكفيفة، فالموضوع كان بالنسبة لي عادي ان انا ادخل المطبخ وما خافش الاول. كان عندي بعض الخوف بصراحة، عشان يعني ما يبقاش في ظلم مثلا للفتاة اللي مش بتدخل المطبخ. لا، انا كان عندي خوف، وفي خوف فعلا كان وقتها، بس الخوف ده اتكسر بمجرد ما بدأت ان انا ادخل المطبخ من انا صغيرة، من المرحلة الثانوية، من في المرحلة الاعدادية بدأت الدنيا تهدى معايا شويه. بمجرد ما بدات ان انا اتعلم الانترنت، دخلت على مجموعه بنات كانوا معانا عاملين جروب بيعلموا فيه الكفيفات، ومن هنا جت فكره القناه. يعني اقترحت عليهم بنات، انا مش حابه ان احنا يبقى النشاط بتاعنا ضيق، مش حابه ان احنا نبقى 300 400 بنت، 1000 بالكتير وكلهم مصريين، لا انا مش حابه كده، انا حابه ان احنا نوصل لمجتمع اكبر، وحابه ان احنا نوصل للوطن العربي والبنات اللي مقيمة في الدول الأجنبية، البنات الكفيفات. فاقترحت عليهم فكرة القناة. طبعا كان في تخوف في الأول، ولكن الحمد لله نجحنا في الفكرة دي. بدأت إن أنا أعمل القناة، وبدأت إن أنا طبعا بمساعدة البنات إن احنا نسجل الفيديوهات دي ونرفعها بما يناسب الكفيفة وبما يتناسب مع الحاجات المتاحة بالنسبة لنا. طيب أنا أسألك سؤال يا زينب، دلوقتي أنت استخدمتي وسيلة سمعية بصرية، وانت في النهايه بتخاطبي كفيفات، يعني هو كده كده مش هيشوف الصوره، ليه ما اتجهتيش لحاجه فيها صوت بس وتعرفيهم برضو الطريقه اللي انت حباها؟ بالظبط كده. احنا في البدايه بدانا زي ما حضرتك بتقول كده، ان هي صوتيه فقط، لاني ما كانش في امكانيات متاحه. الكلام ده كان في 2019، حوالي من 5 سنين او 4 سنين. ما كانتش الامكانيات زي دلوقتي، ما كناش مثلا في برامج بتساعد الكفيف ان هو يقدر يصور لوحده او حد يساعده المنتج ده. فبدانا بالفكره الصوتيه، بعد كده بدانا بالفكره المرئيه، وبصراحه شفنا ان لازم ان احنا يبقى في فكره مرئيه. ليه؟ عشان مامه الكفيفه او اهلها يبداوا يقتنعوا ان هي قادره ان هي تدخل مطبخ، قادره ان هي تقف على البوتاجاز، قادره يعني ان هي كان فيها حكمه يعني. بالظبط، احنا لغايه دلوقتي بنهدف ان احنا نحاول نكسر خوف الاهل اكتر من خوف الكفيفه. على فكره لو خوف الاهل نفسه اتكسر والثقه نفسها البنت اخذتها من اهلها اللي حواليها، هتبدا ان هي عادي جدا تدخل المطبخ وتبدا ان هي تتعامل. احنا من فتره قريبه كان احنا الفريق بتاعنا بتاع القناه اللي على اليوتيوب بدانا ان احنا نعمل تدريب على الزوم مع البنات، ان احنا نبدا ان احنا نتناقش معاهم، طب انتوا ايه اللي بيخوفكم، طيب انتوا ايه المشكله، طيب كذا طيب كذا. وكان معانا المدهش ان كان معانا اهالي للكفيفات. يعني احنا بصراحه اتفاجئنا ان في اكتر من وليد امر لكفيفه دخلت معانا بغرض ان هي تفهم ازاي تقدر ان هي تتعامل مع بنتها، وازاي تقدر ان هي تدخلها المطبخ بامان. متهيألي كمان يا زينب اكتر حاجه ممكن تقلق انك بتتعاملي مع البوتاجاز، بتتعاملي مع نار، بتتعاملي مع حاجات سخنه، الحاجات دي كلها بتقلق، فاي غلطه فيها ممكن تعمل مشكله كبيره. فانت شخصيا او الناس اللي انت بتعلميهم ازاي بداتوا تتجنبوا ان انتوا لا قدر الله ممكن تتعرضوا لاي اذى، والحل كان عباره عن ايه؟ والله هو لازم الواحده يبقى عندها بعض الحرص، او نقول بشكل كبير حرص، لازم، لان هي ربنا عوضها بحواس تانية. يعني انا مش شايفه بس بسمع بقدر كبير اكبر من اي مبصر، بقدر اني انا الاحظ بسرعه. لازم تبقى حركتي فيها حرص شويه، يعني مش عشان انت فقدتي حاسه البصر يبقى خلاص ما فيش حواس تانية، لا. احنا تغلبنا على النقطه دي، ان احنا لازم توظفي كل الحواس اللي عندك. يعني البنت الكفيفة حتى رجليها هي وبتشتغل في البيت بتعتمد عليها في بعض الحاجات، يعني مش ايديها بس او السمع بس، يعني كل الحواس تقدر ان هي توظفها. وكمان في نصيحة تانية بننصح بيها لما نبدأ نتكلم مع اي كفيفة مبتدئة داخلة المطبخ، ان هي لازم يبقى جنبها اول مرة تعمل الحاجة شخص تاني مبصر، لان ما ينفعش هي لسه مش عندها الآلية الكاملة اللي هي تقدر، او نقدر نقول اللي هي سبل السلامه الكامله اللي تقدر تحافظ بيها على نفسها. فهي لازم، وما نقدرش ان احنا ننكر ده، ان لازم اي واحده لما تبدا ان هي تدخل المطبخ جديد لازم يبقى حد واقف جنبها، وحد يبقى واثق فيها وواثق في قدرتها ان هي هتقدر. لان لو حد مش واثق فيها هيبدا يحبطها، يقول لها لا خلاص مش هتعرفي، لا خلاص هتولع. والله يا زينب أنا سعدت جدا بلقائك النهاردة، وعارفة إحنا بنتكلم إن إحنا دايما قادرون وباختلاف، ودي طبعا كانت مبادرة كبيرة جدا من جانب السيد رئيس الجمهورية
وانتوا طول الوقت بتثبتوا ان انتم قد المسؤولية في كل الأحوال مهما كانت الصعوبات. فيا رب يكون القناة دي أرضت طموحك حتى على مستوى العمل الإعلامي اللي انت درستيه وكنت مهتمة بيه. فأنا بشكرك شكرا جزيلا.